تمام. فهسه احنا راح نشوف كل المتغيرات وكل متغير وحجمه. فهنا عندنا الكار، اخذناها هذه الكار، عندنا الانتجر وعرفنا حجمه انه هو 4 بايت. زين، هذا رقم شنو معناته؟ هذا رقم القيمة التي يمكن تخزينها. زين، هسه اني عندي هنا، احنا اخذنا شلون يتم تخزين مثل ما نقول القيمة داخل المتغير، شلون يتم حفظها، وشرحنا انه يكون عدد بتات بهذا الشكل، وهذا البتات انه الرقم راح احوله الى بتات يعني باينري، وهذا الباينري كل بت انطيه رقم من هذا الباينري. زين، بما انه هو مثلا 32 بت، ف راح يصير 32 مربع. زين، اذا انترست هاي المربعات او الها فد، هاي المربعات الها فد حجم خاص بيها لحد هذا الحجم، انه بعد ما تستوعب اكثر. تمام، يعني ما تستوعب اكثر من هذا الرقم. ايش قد اللي هو احنا عندنا، راح ناخذ ابرز مثال اللي هو الانتجر، وباقي راح ناخذ عليهم فد شغلات بسيطة، لكن اكثر امثلة راح نضرب بها مثال، يعني الاكثر نوع راح نضرب به مثال اللي هو الانتجر. تمام، فالانتجر راح يعطينا هذا الرقم، طبعا هو كاتبه هنا. هسه اقول لكم احنا شلون راح نطلع هذا الرقم. راح اخذه استنساخ واجي هنا اكتبه بهذا الشكل. فانا بهذا الشكل انه هذا الرقم هو الحد مال انتجر، يعني اكثر بعد ما اقدر اخزن داخل المتغير، بحيث هذا راح يكون كله واحدات 32 واحد، يعني كل باينري مالته هذا لما احوله باينري فيكون كله واحدات الى النهايه الى 32. تمام، فلما اطبع اي راح يطبع لي بشكل طبيعي. ليش؟ لان هو هذا اخر رقم يمكن للمتغير ان يتحمل. زين، اذا سويت هاي 7 سويتها 8، اوكي، مجرد رقم واحد زيدت، رقم واحد زيدت، فراح ينطيني قيمة عشوائية او قيمة بالسالب. لاحظ انه انطانا هذا بالسالب، يعني ما استحمله. فمثلا انطي بعد رقم، فلما اشوف ينطيني مثلا قيمة عشوائية 8، فمثلا اشغله مرة ثانية انه 8، اوكي، ما راح ينطيني قراءة صحيحة. ليش؟ لأن يعني ما يقدر يخلي هذا الرقم داخل هذا المتغير. ليش؟ لأن يعني هذا رقم أكبر. مثلا شلون أنت عندك خلينا نمثلها هنا، خلينا نمثلها هنا بس بشكل بسيط. شلون أنت عندك هالشكل مثلا مربعات، خلينا نقول هالثلاث مربعات، ثلاث بتات مثلا على سبيل المثال، ثلاث بتات، أوكي، وأنا أخلي رقم 10، اوكي خلي اكتب هنا رقم 10، او خلي انا مثلا اريد اخلي رقم 10، فاقول هنا 10 بهذا الشكل. تمام، شلون راح اخلي هذا العشر داخل هنا؟ فلما اخلي مثلا صفر اجيبه هنا، والواحد اجيبه هنا، والصفر الثاني اجيبه هنا، فالقيمة اللي راح يبقى هذا واحد، هذا واحد وين اخليه؟ يعني ما عندي الا بوكان، هذا راح يعني وين راح يصير؟ فالقيمة اللي سجلت هنا ايش قد راح تطلع؟ راح تطلع بهذا الشكل، راح تطلع صفر واحد صفر، اللي هي ايش قد رقمها؟ اللي هي رقمها 2 بالديسمال. تمام، اللي هي رقمها 2. زين، هذا راح يعطيني قيمة غلط، مو صحيح لو لا. فهالشكل يتم تخزين، يعني اذا كان عنده فائض هالشكل يتم تخزينه، فيظهر لي غير رقم، يعني ما يظهر لي الرقم اللي انا خزنته، اللي خزنت رقم 10. هسه هذا رقم 10 انا خزنته داخل المتغير مثلا، فهذا العشرة اكبر من المتغير، فما راح يظهر لي قيمة صحيحة. تمام، فهالشكل يتم التعامل مع الارقام اللي حجمها كبير. زين، راح تسألني سؤال، شلون اقدر اعرف هذا الرقم؟ يمكن انا هذا الرقم انا ما اعرفه، او انا ما حافظه. تمام، فاحنا ايش عندنا؟ عندنا الانتجر اللي هو 4 بايت. فخلينا نطلع هنا الحاسب بهذا الشكل، نقول الاربعه احنا قلنا كل واحد بايت يساوي 8 بت، هاي شيء اكيد كلكم تعرفونها. فنقول 4 في 8
أربعة في ثمانية تساوي ظهر لنا 32 بت، هذا الحجم مثل ما نقول الكلي للمتغير اللي هو 32 بت مو بايت، بت أوكي. فهذا الحجم الكلي زين، شلون انا اريد اطلع هذا الرقم؟ مثلا انا هذا الاربع بايت، نفرض انه هذا الرقم مثلا او مثلا 2 بايت، اريد اطلع الرقم مالته، اعرف هذا المتغير حجمه 2 بايت، بس اريد اعرف اخر رقم يتقبله، شلون؟ معقول اظل اجرب ارقام لحد ما اوصل للرقم؟ لا، اكو فد معادله معينه، هاي المعادله احنا قلنا انه هذا البايتات نضربها، مثلا هذا 2 نقول 2 في 8 تمام؟ قد راح يطلع لي؟ راح يطلع لي 16، فهذا حجمه 16 بت مو بايت، 16 بت. زين، هذا 16 شلون راح اطلع رقم؟ اقولا مجرد انه اقولا هنا وين التصفير مالتها؟ اوكي، اقول 2 اس، احنا قلنا 16 بت، اروح انقص من عد 16 واحد، اكتب 15 تمام، واكتب يساوي 2، فظهر له هذا الرقم. هذا الرقم هو الرقم اللي راح يستحمل اخر شيء، يعني يستحمله شو اسمه المتغير بهالشكل هذا، او خلينا نقول هنا لا العفو 16 اوكي، خلينا نقول مثلا 4 في 8 يساوي 32، اوكي 32 اجي اقول 2، اقول 2 اس 31، انقص من الاس 1 تساوي، فيظهر لك هذا الرقم اللي هو هذا تمام، اللي هو هذا تمام. هذا لاحظ هذا رقم ناقصه بس واحد تمام، هذا لاحظ انه 2 ببداية 2 1 4 7 4 هنا 8 3 8 3 اخر شيء، بس هنا هذا رقم تنقصه واحد فراح يطلع لك رقم، هاي المعادلة. كذلك يعني 2 بايت، فقلنا 2 في 8 تساوي 16، قلنا هذا 16 قلنا انه هالشكل 2 أس 16 قلنا ناقصها واحد 15، فتطلع يساوي 32 اللي هو هذا، أو هذا الرقم ناقصه واحد حتى يساوي لنا هذا الرقم تمام. بهالشكل هذا أنا أقدر أطلع الرقم اللي قبله كل متغير، فواضحة هاي المعادلة، حتى لو تكتبونها يمكم، أنا حافظها يعني من زمان، حتى لو تكتبونها يمكم. عندنا متغيرات، متغيرات شلون؟ هاي المتغيرات اكو بايت بالاخير، احنا ليش ننقص مثلا 16؟ ليش نسوي 15؟ لان اكو مربع بالاخير يصير للاشاره، بحيث اشاره سالبه واشاره موجبه، فهذا اذا وخرته، فهسه هنا انا ما عندي موجبه وسالبه، فراح اخذ 16 بشكل كامل، فلما اقول 2 اس 16 لان ما عندي اشاره سالبه او موجبه، فراح يطلع لي نفس هذا المتغير، نفس هذا. ليش؟ لان هذا ما بي شو اسمه سالب تمام. يعني هسه احنا مثلا نقول هذا 2 2 في 8 اللي هو 16، فاكو بت بالاخير، خلي ارسم لكم اياه هنا، اوكي اكو بت هنا نصير بالاخير هنا بالاخير بهذا الشكل. فهذا لم مثلا بالانتجر، لما اقول ان هنا بالانتجر، فالانتجر يقبل السالب، فهذا البت الاخير راح يصير عباره عن اشاره، مثلا الصفر سالب والواحد موجب، هالشكل. طبعا لا تركزون هنا لان انا ما اعرف الصفر يعني فعلا هو سالب او موجب، ما اعرف لان ما اتذكرها، ما اخذها بالمرحله الاولى هاي. فهذا الأخير هذا البت الأخير هو العبارة عن إشارة اللي ينطي سالب أو موجب للرقم تمام. فإذا أنا ما عندي مثلا من الصفر فما فوق، يعني هذا الصفر وفوق يعني بس إشارة موجبة، فهذا البت ما راح أخذه،
يعني مو لا مو راح اناقص مثلا يطلع 16 اخذ 16 كلها كامله. ليش؟ لان ما عندي موجب وسالب، عنده فقط موجب، فراح اخذه. فلما انا اخذه راح يعطيني رقم هالشكل هذا. تمام؟ جاي تفهمون عليه يعني؟ واضح انه شو وقت اخذ البت الاخير وشو وقت ما اخذه؟ البت الاخير اخذه اذا كانت المتغير فقط للموجب اخذه، اذا بي سالب ما اخذه. مثلا اذا 16 انا انقصها بت. تمام؟ واضحة شباب؟ لكن هاي التفاصيل انت تحتاجها، انه لازم تفهمها. لان لما تقول مثلا انت مبرمج، لما يقولوا لك شو يعني انتجر او اي تساوي 10، زين هاي العشرة وين راح تروح؟ زين اوكي انت قلت لي انحفظت بالرام، لما يسألك شخص يقول لك اوكي شلون راح تنحفظ بالرام؟ زين هاي العشرة شلون راح تنحفظ داخل هذا المتغير؟ فتحتاج انه تجاوبها. فهاي التفاصيل هي صحيح مملة لكن مفيدة، ان تفهم اللغة اكثر، تفهم يعني تدخل باللغة وتفهمها اكثر مثل ما نقول. فاحنا اخذنا الكاركتر الانتجر، عندنا متغيرات شورت مثلا، عندنا السترينج، فهذا من المتغيرات اللي هنا موجودات. زين هسه احنا فهمنا كحجم وكشلون يتم تخزين المتغير داخل شو اسمه الذاكره. ف بهالشكل يعني احنا اخذنا جزء كبير من المحاضره، بقى لنا جزء بسيط اللي هو انا شلون اعرف المتغير. فقلنا انه نكتب النوع مالته والاسم مالته، انه مثلا هالشكل انتجر اي تساوي مثلا 10، انطيها فت قيمه. هذه مثال واحد، اقدر اقول هذا المثال رقم واحد مثلا، اقدر اقول هالشكل انتجر اي وانطيها فارزه انقوطها، بعدين اقول الاي تساوي 10، اقدر هالشكل. لكن ما اقدر اعرف متغيره بنفس يعني بنفس البرنامج نفس السكوب. اوكي اقدر هالشكل. زين بعد شلون اقدر؟ اقدر اعرف متغيرات، اقول مثلا انتجر اي انتجر بي انتجر سي فارزه مقطوعه، اقدر اعرفهم هالشكل. واقدر اعرف اقول انتجر اي فارزه، مو فارزه منقوطه، فارزه بي فارزه سي. اوكي بهالشكل، هذا اني اقدر اعرفهم بهالشكل. اخر شيء فارزه منقوطه، هذا يعني مثال على التعريف شلون ان اقدر اعرف. اقدر مثلا اعرف انتجر مثلا اي تساوي 10 فارزه، بي تساوي 20 فارزة، سي تساوي 30 وهاي 20 اوكي 30 فارزة. فاقدر هالشكل انه انا اقدر اعرف، واقدر كذلك انه اعرف بهالشكل اقول ان انتجر اي تساوي مثلا 10، واقول انه انتجر بي تساوي 20، انتجر بي العفو سي تساوي 30. اقدر هالشكل يعني هالشكل انا اكو امثله انه هالشكل اقدر اعرف، هالشكل اقدر اعرف. اكو شكل انا مسحته اللي مثلا اقول انتجر اي نوبا اقول ان اي تساوي 10، هالشكل انا اقدر هم ما اعرف هالشكل. هذن المتغيرات كلهن اللي راح ياخذن نفس النوع. لما انت عرفت هنا أنا انتجر، فانتجر للاي وللبي وللسي تكون هالشكل. هنا أنا الانتجر راح تكون للاي وللبي وللسي، وكذلك انت انطيت قيم، فهالشكل انه هذا الانتجر راح يكون للاي، الانتجر راح يكون للبي، وكذلك يعني هالشكل. الامثله انا ضربت لكم امثله شلون يعني تعرفون المتغيرات. تمام؟ زين هسه انا شلون عرفت شلون اعرف المتغيرات، عرفت شلون اعطيهن قيمه،
عرفت يعني الانواع مالتهم، الانواع قلنا انواع بسيطه، انا راح اخذ مثال عليهم الانتجر والبقيه عليكم، يعني مجرد انه تكتب الرمز مثلا كاركتر دبل فلوت مثلا هالشكل، فلوت اي هم كذلك تساوي، وكذلك تنطي مثلا فد قيمه عشريه، اوكي تمام بهالشكل هذا. زين هذني لازم تحفظ مثلا الكاركتر مثلا للحروف، الشورت الانتجر شورت للارقام، مثلا انتجر للارقام، هذني مثلا الفلوت اللي عندنا مثلا فلوت اللي هن للعشرية، الارقام العشرية، الدبل للارقام العشرية، لكن هذه اللي هو 4 بايت، هذا 8 بايت، اوكي لونج دبل اللي هو 12 بايت، هالشكل يعني لازم تحفظ هاي تمام. فانه عندنا الانتجر والشورت هذا الاعداد الصحيحه، الارقام الصحيحه، والفلوت والدبل الاعداد العشريه. ففلوت انه اكتب نوع مالته فلوت واي اسمه وبعدين الرقم مالته تمام. فهالشكل انه جاي اعرف القيمه فلوت. الدبل هم نفس الشيء، انه هم اكتب دبل وانطيها قيمه مثلا دبل، اوكي دبل مثلا سي يساوي، فانطي حتى لو نفس القيمه فارزه 7 بهذا الشكل. هم طبيعي كل يعني انه شلون عرفت، لكن هذا للعشري وهذا للعشري، شنو الفرق بيناتهم؟ انه هذا ياخذ بعد الفارزه ياخذ 7 مراتب، يعني انا اقدر ورا الفارزه احسب 7 ارقام اقدر اضيف له، هذا اقدر اضيف له 15 رقم بعد الفارزة، جاي نحكي بعد الفارزة أن هذا ياخذ 7 وهذا ياخذ 15 رقم تمام. يعني هذا أقدر أحسب له منها للسبعة، هسه هاي 2 أقول 1 2 3 4 5 6 7 هالشكل، خلي أظلل هذا هاديا أقول 7 هنا، لما أسوي عملية الطباعة أقول للأي، فهنا انه اخذ 5، ليش اخذ 5؟ اعتقد هو للسبعة، اوكي اخذ 5 ما اعرف ليش، يعني خلي سوى 1، اوكي هذا ياخذ 5 للاسف، يعني مو 7 اخذ 5، وهذا خلي نقول مثلا هنا نحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اوكي فارزة منقوطة، هنا نسوي سي اوت سي اوت سي، فنشغل اوكي خلينا نفصل بيناتهم، هذا خلي امسحه، فنشغل الاحظ كذلك اخذ 5، ليش؟ المفروض هذا ياخذ اكثر من 5، المهم انا هسه راح اعرف شنو السبب. المفروض انه هذا ياخذ الدبل ياخذ اكثر من 5، يعني ما معقول هذا ياخذ 5 وهذا ياخذ 5 نفس الشيء، المفروض هذا اكبر من 5 وهذا اعتقد ياخذ 7 حسب ما اتذكر. فخلينا المحاضرة الجاية ان شاء الله نرجع نشرحهن بعد اكثر واكثر. طبعا هاي المحاضره اللي اريدكم تركزون عليها، اول شيء اللي احنا اخذناه بالمتغيرات هو تعريف المتغيرات، شلون احنا نعرف المتغيرات. فقلنا المتغيرات لازم انطي نوع واسم وقيمه، او انطي نوع واسم فقط وبعدين انه انطي قيمه، هذا اول شيء. بعدها اخذنا شلون يتم حفظ المتغير داخل الذاكرة، وهذا جزء مهم ان شلون يتم حفظ المتغير داخل الذاكرة. بعد هذا اخذنا شلون
يتم حفظ العدد داخل هذا المتغير اللي سويناه بعد بشكل تفصيلي أكثر، تمام؟ بعد هذا الشيء أخذنا الأحجام، الأحجام مال المتغيرات، فعرفنا الأعداد اللي يستقبلها كل متغير، وعرفنا المعادلة اللي نطلع بيها الرقم اللي يتحمله هذا المتغير. فمثلا الانتجر يتحمل كذا رقم، عرفنا احنا شلون المعادلة مالته شلون نطلع هذا الرقم من خلال الحجم مالته. فمثلا 4 بايت قلنا انه نضربها في 8 راح تطلع لنا 32، وبما انه هو يستقبل سالب فاحنا ايش راح نسوي؟ راح ننقص من البايتات 1، بدال ما هو 32 راح نسوي 31. ال31 هاي ارفعها اساس 2 وارفعها اس هي، فيصير 2 اس 31، فيطلع لي رقم، هذا الرقم انقصه 1 هو هذا الرقم اللي يتحمله المتغير. هالشكل يا ريت انه حتى لو تكتبونها كتابة، يعني كتابة اشوفها افضل اوضح بشكل يعني معين. اخذنا شلون نعرف المتغيرات، يعني الطرق تعريف المتغيرات شلون نعرفهن، انه مرة نعرف مثلا انتجر ونكتب اي فارزة بي فارزة سي. اخذنا انه نعرف انتجر اي وفارزة منقوطة، انتجر بي فارزة منقوطة. اخذنا مثال انه شلون مثلا انتجر مثلا اي ونطي قيمة، انتجر بي ونطي قيمة، او مثلا نقول انتجر اي يساوي 10 وفارزة بي يساوي 20 وهالشكل. فهذا الانواع، هذن الشغلات اريدكم تركزون عليهن، باقي الحكي يعني لا تركزون عليه، بس هذا الحكي انه تركزون عليه، تمام؟ اللي جاي وان شاء الله بعد اذن شلون نسمي المتغيرات، ويعني باقي حكي المتغيرات هواي ان شاء الله، بس الحد اللي جاي واضح؟ اذا مو واضح ان شاء الله بالمحاضرات تجي انا هم راح ارجع عليه وراح اكرره لحد ما تحفظونه او تفتهمونه.